هذه الأزياء التنكرية وهذا القرع المضيء نراهما كل عام في مثل هذه الأيام، خاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أنها الملابس والطقوس الخاصة باحتفالات عيد الهالوين، هالوين إيفنينغ، أي الليلة التي تسبق عيد القديسين لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية، يحتفل بها في 31 أكتوبر تشرين الأول. يعتقد بأن الهالوين يعود إلى تقاليد كلتية أو سلتية قديمة من إيرلندا واسكتلندا، مرتبطة بمواسم جني المحاصيل، تتخللها أيضا طقوس مرتبطة بالمجهول والأرواح والقوى الخارقة. في السعودية تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو قالوا إنها لحفل أقيم في مدينة الرياض مشابه لاحتفالات عيد الهالوين. البعض قال أن هذه الحفلة كانت للفتيات فقط، والبعض الآخر قال كان فيها رجال، ولم يتسنى للبي بي سي التأكد من الفيديو ومن صحة المعلومات المتداولة عنه، إلا أن حسابا تابعا للأمن العام قال في هذا الحساب بأن شرطة الرياض قد تباشر بلاغات بشأن حفل أخاف بعض المشاركين فيها السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة في حي الثمامة في الرياض. هذا الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل بسرعة كبيرة أثار ردود فعل متباينة. هذه تغريدة لألطاسان تقول إلى متى والبعض لا يعرف كيف يفرق بين الحرية والانفلات. تغريدة تقول إلى متى والبعض يظن أن الانفتاح الذي نعيشه الآن يعني الانسلاخ عن هويتنا الإسلامية وتمزيق الأعراف السعودية. سما تكتب الشعب أصبح يعاني انفصام، التحديثات سريعة ووجه الأرض تغير، أصبحوا لا يعرفون هل يعيشون الأمس القريب أم اليوم الحاضر، لابد من تنشيط إعلام توعوي على نطاق واسع ومكثف. مها تقول يعني حفلة نسائية بحتة لا فيها اختلاط ولا شيء مثل أي حفلة، ليش التهويل؟ هذا كله وإلا صح الموضوع في حريم، لازم يصير في هاشتاغات وبلبلة. بحسب صحيفة عكاظ المحلية أوقفت السلطات السعودية 24 شابا وفتاة بعد الحفلة. الصحيفة تقول إن الموقوفين هم 19 فلبينيا وسعوديا ومصري ويمني وسوداني، وأن سبب التوقيف هو تنظيم حفلة دون ترخيص رسمي خرجوا فيها عن القيم والتقاليد.